حدي أي سومنا هذا لم هذا بنانته هذيك واحد كترسته هاي قلها شعب كأي سوماليا ما حد كرسي قهد أتكفر لسا أتكفر لسا هذي أي سومنا هذا هذا لم هذيك كسر جيد سومالي لا قارهان بيشة ساق وماشي دك شعب كما قال هذا مقدسة يا كارك تدي بتي هذا الورشل الرجال كحجين كوريد دلك أو حتى نكتر سنقولها الشعب كما حد يقول هذا قدر او کارش اگه برلمان که سومالیا کاسیو های این سومال لانه کمی تهای و دماد دریس کلا از سومالیا حدال کاسی ایا سیوین وحا او هرمان ایا شروع دا دل که یمید نیمه دا انتا با بوقی سوحان ایا قبصده گلا ها دحدی سوحان لگا دل بادای مهدی گولید این ارالی گلیم بوحده کبیعی ای حدال کاسی سرح لیبان مهدی گولید قدر ایا نسی توگان وقبیعی این ارالی گلیم بوحده شعبك كودا غن عاصمة دو وينو لحقا ان ميكروفون كا تلفشة كا عارتي ان اي عارك تدو دا كردي بتاي واكو انا قار كامي دا والله اللي تلفشن كا رئيس ومالي وكو قلتني هاي مركو رئيس وسارك وحيان كا عن والاسو عن جري وعدي جري سومالي وميدا بارمنا ان سوكينو كو قولاد وقوي انا متقان وحي تبانا يا عان لفريسونا عان كلا دحدا عادينو لاغي ماانتا مركو حلك لغو ريجي انو دهو وادل مدحبران تانو اها فكرة هانتي دو حوقبا انو قلتني هاي وماش شقوي وجنعسوي ما ذيو هذا الكيس وحنا ومصامين سولي سناق عين هذه من دين مضوضة تاسنا وامد كوجر بتاعي هنا شعب الصومالي ودك الصومالي وحقوس نقطة وزارك وحنا صون نقطة ما هن إنه حد أقوله أصوح اللبان إنه حد أقوله سومالي نضل مضح بنان واي إنه له واقل واي مسير كينا ما هن صومالي صومالي واي وعرب وضد مدير لمان أو كلا جوجا وعرب السوسي بالمعنى السعودي وعربنا هرمر إنها تكسن أنا ك وأوجد وضد كاملة كي ما دوارك سنا وملينا مركا أنا ك كل قبض مفيع إنه مرمنا إن معمول جون جون وجو مرمنا أنا ك سومالي ومقود سواي هل مسيرة لا ذا هاي هل كي مسيرة أنا ك أنا كنت أقولنا والله وحلاقي يا أبا مر هري كله وحوها نن محافظة دل كان دل كان وحكسو وحكسو قبتها سان ودوك سونها وحو أها رئيس الوزراء كحجينكي حلق الدولة دي نبت ينلل ما أنت وكعب أسي إنه ده سومالي لأن والدولة ده كم يشك دولة كم تها الدولة ده هدرس كسوماليا أننا جنا هدي هدي عن هاي سوماليا أما شعبك كله خن جود هن قبل كبنادر أما كونفورت سوماليا مرنا وحنا يلين إن سوماليا لك لا جرى أما سوماليا لقط المام الدولة جونا لقط المام وحاسي وحلا أقلان كرماها إن شاء الله تعالى وحنتو جونا يعني waa hay madax banaanada Soomaaliland ay tagin ay timaado haddana shalay wuxuu yiri waa wadan madax banaan oo geeska Afrika kamid ah marka waxaan warkaa wasaaraha ku xigeenka hore nin asii is tooganaa marna inuu yiraahdo nimada Soomaaliya halka u joogna marna uu yiraahdo waanahay dal madax banaan runti waa qof asii is tooganaa waka guuleed waa dhageystay waxay u geysan kartaa إني أيجا مدح البنانة أي شيء جاي أي سيبر برت واي هذا سولي سنة جاي وقبل الصومال لنا ده شيء تمك السنة يا مملي سيوها حد أنا ما أنت عليك الصومالي يا كبابنا بريت وعلى جاي بعدين لقى صوص على قوامة اسمه ده ماشي كشرة يعني دهان ما بقى قوزنا الصومال لنا أي أيجا محوه هاي أما ما مل صميستان وأبغى قصة بين ما مل صميستان وما مل هرو صميستان وسعوين مركا إني قوامة غريرة الصومال ليت كوا هيك صوب حان aya la filaa markii inuu wiiraad haddana Soomaaliland waa gobol Soomaaliland ee soo leesanaag markii laga reebay saddex gobol oo horeys saddex gobol oo ayagoo shan ay saddex sano ay waayeen maxuu waayay madax banaani haddana laba gobol ay ka sii baxdo saddex gobol oo horeys saddex gobolna in haddii ay madax banaani heli karaan ayagoo shan ku way u filima rasuul kuxigeenkan waxaan leeyahay haddii ay Soomaaliland dal madax banaan tahay su'aalaha ku weydiinaa rasuul kuxigeen hore waxaan ku weydiinaa haddii ay Soomaan aad lama hadal banaantahay adiga waxaad ka tirsan tahay golaha shacabka ee Soomaaliya maxaad kursiga hadda aad ku fadhiisaa aad ku fadhiisaa haddii ay Soomaaliland aad dal madaxbanaan adiga oo ka soo jeeda Soomaaliland gaar ahaan beesha isaaq oo meesha dig meesha waa wax lagu qabsada qabiil qabiilkii aan ku joogtaa maanta oo ku mataliisa Soomaaliland in aad tirsan Soomaaliland aad dal madaxbanaan haddana aad tirsan Soomaaliland aan Soomaali u fadhiya oo waxaan xilbaan bal labadaas wasaaradda kuxigeenka inuu is qabsiyo weydiin la waari kuxigeenkii hore ee dalka maadu guuleed waa ku qaldan yahay inuu yiraahdo Soomaaliland waa dal madax banaan Soomaaliland waa gobol kamida gobolada dalka Soomaaliyeed sida uu sheegay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud gobol iskiis meel uu istaagi karo ma jiro Soomaaliland waxaan dhihi lahaa waa gobol Soomaaliyeed asaguna waa ku qaldan yahay
ra'iisul wasaaraha ku xigeenkii hore ee dalka waxaan leeyahay ha ka bixiyo raali gelin arintaas.